الخبر الأول، منع بائعي مواقع التواصل من مزاولة نشاطهم دون ترخيص. معنا في هذا الخبر محمد التركي، وهو مستشار في المشاريع الصغيرة. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا، حياكم الله، حيا الأخوة المشاهدين والمستمعين. أستاذ محمد، في أي إطار يأتي هذا المنع من الناحية القانونية؟ والله المنع إلى الآن ما بعد نزل، فما أحد يستطيع أن يحدد أنه قانوني أو غير قانوني وفي أي مجال من المجالات القانونية لأسباب عديدة. أنا أعتقد أن في البداية أنه لم يذكر من بنود هذه القرار إلا غرامة 1,000,000 ريال على أي شخص لا يلتزم بهذا النظام، لكن نعم. لم ينزل النظام، لا يكون في هناك أي أو لم يكن هنالك حقيقة أي شروط أو أي يعني مجرد نحدد أن تبع منصة 19. أما باقي الإجراءات فهو لم يذكر منها شيء، ولم أجد رابط يبين ما هي السياسات وما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال. نعم، لك أستاذ محمد، في أي إطار يعني لو افترضنا أنه سيطبق، يعني تحت أي هدف؟ طبعا هو الهدف الأساسي هو هدف ضبط المبيعات التي تباع ما بين، لحفظ حقوق التاجر أو التاجرة، وأيضا حفظ حقوق المستهلك، لأن كثير من المستهلكين عندما يشتري من التجار بالاستقرار يكون أخذ حظه نصيبه، أما أن وصل الشيء ما طلبه وصل بشكل جيد أو وصل بشكل سيء، وليست هناك جهة رقابية يتم الرجوع لها لتحديد هل هذه المنتج الذي حصل عليه هو بحسب المواصفات والمقاييس التي طلبها أم لا. يوجد فيه عدة مواقع عالمية تضع أنظمة وإجراءات، ولو أخذنا يمكن من أكبر ما هو موجود مثلا موقع علي إكسبريس، نعم. إذا أخذ المبلغ الموجود لدى المشتري لا يسلمه للبائع إلا بعد حوالي 60 يوم ليتأكد من وصوله ومن أنك أيضا حصلت على البضاعة بشكل جيد. الأمر الآخر، هناك أيضا مثلا موقع بوكينج، نعم. يضع هناك تقييم للفنادق أو تقييم للوجهات التي أنت تذهب إليها حتى يتم التأكد عندما تريد أن تحصل على 10 من 10 أو 9 من 10 أو 8 من 10 يكون لك تقييم معين. أما بائع الانستغرام فلا يوجد لهم تقييم حقيقة، والخطوة هذه جيدة، لكن أنا أعتب حقيقة على عدة أمور. طيب بس أستاذ محمد، قبل العتب يعني نقطة مهمة، أنت تحدثت قبل قليل عن الشق المتعلق بالمستهلك، يعني طرحت وجهة نظر حقوق المستهلك، لكن ماذا عن التاجر؟ ما الذي سيحفظه هذا النظام في حال إقراره؟ أول شيء كما ذكر أنه يحفظ حقه المالي، لأن حقه المالي يأخذه بشكل كامل عن طريق الأنظمة الجديدة، ويمكن أعتقد نظام مدى اللي طبق من فترة بسيطة أنه سيقوم بخدمة كبيرة، لأن أجهزة الصراف أو أجهزة عموما نظام مدى لها خدمات متطورة ومتعددة سيستفيد منها أشخاص كثر من ضمنهم بائعي الانستغرام والبائعين عن طريق الإنترنت. فحفظ حقه المالي هذا أول شيء. جميل. الشيء الثاني، حفظ حقه من ناحية منتجه، أنه لا يؤخذ منتجه من الغير أو يسوق من الغير. الشيء الثالث، أن يكون أيضا حفظه من الناحية لا تهتز سمعته أو تشوه سمعته من أحد، سواء يعني اللي هو التسويق العكسي أو غيره، بأن شخص يسوق لنفسه فيضر أشخاص آخرين، نعم. بتسويق أو تشويه سمعتهم. جميل، هذا فيما يخص الشق المتعلق بحقوق التاجر. وقبل أن ندخل في العتب الذي لديك، أيضا سؤال آخر، في حال حصل يعني المستهلك على منتج رديء من وسائل تواصل اجتماعي غير مرخص لها، يعني مثل انستغرام مثل ما ذكرت، وهل هناك إجراء قانوني يترتب على حفظ حقوق المستهلك في هذه الحالة؟ هل هناك جهة يستطيع أن يبلغ لها المستهلك وتحفظ حقه؟ هو حقيقة في الوضع الحالي الآن لا أعتقد فيه المحاكم العامة هي اللي ممكن تحفظ حقه، إذا كان البائع داخل المملكة. أما إذا كان خارج المملكة فأنت لا تستطيع أنك تقاضي، لأنك المقاضاة لابد تكون في بلد اللي هو بلد اللي هو سكن صاحب المشكلة. جميل. طيب فيما يخص العتب الذي لديك، تفضل به. العتب الذي لدي أن القاعدة تقول أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته. نعم. أما الكلام اللي طلع فهو أن الجميع مدانين
حتى تثبت براءتهم، لأن أول شيء ركز عليه بأن هناك غرامة 1,000,000 ريال على أي واحد يعني لا يلتزم بهذه الشروط. أنت لم تضع الشروط ولم تخرج لهم النظام ولم تضع له آلية واضحة لكي يعمل فيها، ثم تقول له أن الغرامة 1,000,000 ريال عليك. هذه ستكون ردة فعل أنا أعتقد أنها غير جيدة، لأنها لا تطمن الناس عن ما هي العمل. لو لاحظت الآن كل الأعمال اللي كانت، كل ما صار فيه تضييق في مجال معين، الناس ذهبت إلى مجال آخر. الناس تريد أن تأكل، تريد أن تعيش، تريد أن يكون لديها استقرار مالي، تريد البحث عن الرزق. في ناس يبحث عن رزق الحلال، وفي ناس ما يهم أن يكون حلال أو غير حلال. لكن أنت بالنسبة لك يجب عليك أنك تبدأ في البداية بتوطين الفكرة عند الناس، حتى يفهم الشخص ما المراد، ما المقصود، لماذا أنا آليا سينجر الناس إلى الأمور الإيجابية ويتركون الأمور السلبية، لأن الناس ما عندها وقت للتجارب. نعم. سابقا كانت الشركات تستطيع أنها تجرب في حدود ضيقة، الآن ما عندها وقت. أي واحد ينزل أي سلعة تجدها نزلة في تويتر مباشرة انتشرت، هل هي إيجابية ولا سلبية ولا غيره. فأنا كان ودي أنهم يبدأون بالنواحي الإيجابية، ولا يبدأون بالصدمة أن والله فعلا ترى الشخص اللي مو مشتري معنا سيكون عليه غرامة 1,000,000 ريال. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد التركي، مستشار في المشاريع الصغيرة، شكرا جزيلا على مداخلتك.